بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الجزء السادس في هذه السلسلة الميسرة والمبسطة جدا لشرح كيفية استخدام برنامج إحصاء القرآن. أيها الأحبة، هذه واجهة البرنامج. طبعا هنا لدينا ميزات كثيرة كثيرة جدا. هذا الزر هنا F3، دائما عندما تنهي عملية بحث معينة، عندما تريد أن تعود لعرض جميع آيات القرآن، تضغط F3 أو تضغط هذا الزر فيعرض لك كل الآيات، ويبقى المؤشر واقفا عند الآية التي كنت متوقفا عندها. إذا تستطيع أن تتنقل بالسهم للأعلى والأسفل، أو تضغط هوم وإند. هوم يعني أول سطر، إند آخر سطر. القرآن 6236 آية كما نرى أمامنا أيها الأحبة، و114 سورة، وله عدد كلمات يختلف إذا دمجنا واو العطف. انظروا واو العطف هنا، لدي زر نستطيع أن ندمج فيصبح لدينا عدد كلمات هنا محدد، والعدد يختلف أيضا من رسم لآخر. في الرسم الإملائي الذي نحن الآن عليه عدد كلمات 77999 و799، بينما بالرسم العثماني عدد الكلمات يصبح 77000. هنا الشريط الأصفر أيها الأحبة، 77432. لماذا اختلف هذا العدد أيها الأحبة؟ لأن في الرسم الإملائي تكتب مثلا الياء منفصلة، مثلا يا أيها الناس، يا أيها. انظروا أيها الأحبة، هنا أعطاني النتائج صفر. لماذا؟ لأن كلمة يا أيها بالرسم العثماني، هنا الرسم العثماني هنا أيها الأحبة، لا تكتب هكذا في القرآن. إذا أردنا أن نبحث عن كلمة يا أيها وكتبناها بالطريقة الإملائية التي نعرفها، نضغط على الرسم الإملائي ثم نضغط على بحث، فيعطينا 143 مرة في 36 سورة، يعني 136 آية فيها كلمة يا أيها. هذه هي الآية أيها الأحبة، تبدأ يا أيها الناس وتنتهي قل يا أيها الكافرون، وهكذا أيها الأحبة، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، وهكذا كما نرى أمامنا أيها الأحبة آيات كثيرة جدا يرتبها. وهنا على اليمين الرقم المتسلسل، على اليمين دعوني نرى بشكل أوضح، هنا على اليمين هذا الرقم هو المتسلسل. يعني مثلا الآية التي تسلسلها 40 تخاطب الرسول، يا أيها الرسول، ثم يا أيها الذين آمنوا، وقبلها يا أيها الذين آمنوا. فقط الآية 40 بين مجموعة آيات هنا تخاطب الرسول طبعا، وهكذا يا أيها، يا أيها، وهكذا كما نرى أمامنا أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهكذا يا أيها النبي، يا أيها. إذا أردنا أن نبحث عن كلمة وفق الرسم الإملائي كما نرسم نحن، كما نكتب، نختار من هنا الرسم الإملائي. طيب إذا أردنا أن نبحث في الرسم العثماني، بحثنا هكذا يعطيك النتائج صفر، هو النتائج موجودة ولكن أنت كتبت الآية خطأ، فيجب أن نحذف الألف من هنا أيها الأحبة، نحذف الألف، يا أيها، هكذا يا أيها، لا يوجد ألف بعد الياء وهي كلمة واحدة موصولة. عندما نختار الرسم العثماني هنا أيها الأحبة ونختار بحث، أعطانا 142 نتيجة، يا أيها. طب لماذا 142؟ لأنه لدينا آية ربما مكتوبة بطريقة مختلفة، لأن القرآن الحقيقة كتب بطريقة يعني عجيبة جدا، القرآن كتب بطريقة عجيبة يختلف عن أي رسم آخر، يختلف عن أي رسم آخر. فإذا عندما نكتب يا أيها أعطانا 142، وهناك مرة لم تذكر، أنا لا أعلمها حقيقة ولكن لها طريقة كتابة مختلفة. يمكن هنا أن نبحث هنا أيها الأحبة، نعود ونكتب
يا أيها بالرسم الإملائي، ثم نختار رسم الإملائي ونبحث عن كلمة يا أيها حسب إحصاء الكلمات أو إحصاء العبارات التي يوجد بها. مثلا هنا نستطيع أن نستخدم يا أيها 143 مرة. إذا هناك مرة كتبت كلمة يا أيها بطريقة مختلفة، هذا يحتاج إلى بحث، ولكن أنا أحببت أن آتي بمثال لتدرك أنك إذا أردت أن تبحث في كلمات القرآن وفق الرسم العثماني هكذا، ينبغي أن تعلم كيف تكتب الكلمة بالرسم العثماني. يعني مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذا كتبنا الكتاب هكذا أيها الأحبة، الكتاب، وعملنا بحث بالرسم العثماني ثم عرضنا الآيات، الرسم العثماني هنا أيها الأحبة، طبعا سأعود وأكتب يا أيها، عفوا، 142، البرنامج مصمم على 142. هناك آية سنبحث عنها لاحقا إن شاء الله، كتبت فيها كلمة يا أيها، ربما كتبت هنا بهمزة مثلا، ربما كتبت هنا بهمزة أو بشيء معين، لها طريقة خاصة في الكتابة، لها طريقة خاصة في الكتابة. نحن يعني أنا حقيقة لم أبحث بها، يمكن للأحبة أن يبحثوا يقارنوا بين الآيات لتخرج معهم هذه النتيجة. المهم أيها الأحبة، الرسم العثماني ينبغي أن تبحث عن الكلمة كما رسمت. يعني مثلا أنا أريد أن أبحث عن كلمة الكتاب، أعرض الآيات كاملة أولا لأن البرنامج يبحث ضمن الجدول، أعرض الآيات كاملة ثم أختار رسم العثماني، ثم أقول له ابحث كلمة الكتاب حسب الرسم العثماني هنا من دون تشكيل مثلا، غير موجودة، لماذا؟ ربما هناك مشكلة. الآن عرض الآيات، اختيار الرسم الأول مثلا، كلمة الكتاب لا يعطيني أي نتيجة. طيب سنبحث عن كلمة كتاب، طيب لماذا لم يعطيني نتائج؟ لأن كلمة الكتاب يعني هنا أيها الأحبة، هنا سأنزل إلى سور آية البقرة، ذلك الكتاب، انظروا كيف كتبت من دون ألف، فما دمت تبحث عن كلمة الكتاب بألف لن تجدها، لن تجدها. طيب إذا كتبنا كتاب بحرف ألف، كتاب، هل موجودة بالرسم العثماني؟ نبحث، نعرض الآيات ثم نبحث. لدي أربع آيات في القرآن ذكرت كلمة كتاب وليس الكتاب، كتاب بالألف، مع العلم أن كلمة كتاب موجودة في القرآن معظم الآيات من دون ألف. انظروا، كتاب بالألف، كتاب، كتاب أربع مرات، طاسين تلك آيات القرآن، وكتاب مبين. إذن أيها الأحبة، كثير من الأحبة الباحثين والقراء يخطئون في هذه الجزئية فيظن أن البرنامج فيه خطأ كما حدث معنا الآن. أنا تقصدت أن أضرب لكم بعض الأمثلة لكي ندرك أنه لا يوجد خطأ، ولكن القرآن له طريقة خاصة في رسم الكلمات. إذا أردت أن تبحث بشكل بدائي، إذا لم تكن متخصصا وتريد أن تعلم بالضبط كم حرف وكم كلمة وطريقة رسم الكلمات والحروف، ابحث بالرسم الإملائي. الرسم الإملائي هنا أيها الأحبة هكذا، عندما تكتب كتاب تكررت 255 مرة في 232 آية في 57 سورة، يعني نصف سور القرآن ذكر فيها الكتاب، أو كلمة كتاب ذكرت في نصف سور القرآن. الآن لو اخترنا الرسم العثماني وبحثنا عن كتاب نجد أربع مرات، لذلك ينبغي أن نكتب كلمة كتاب من دون ألف هكذا، يعني كتب، ونبحث، يعطينا 308 مرات. لماذا أعطانا أكبر؟ لأن البرنامج هنا أخرج لي الكتاب وكتب وكتب، وأخرج لي كل الكلمات التي فيها هذه الحروف الثلاثة، مثلا يكتبون أخرجها،
العلم أنني أبحث عن كتاب أخرج لي كلمة يكتبون. لماذا؟ لأن البرنامج أيها الأحبة ببساطة ماذا يفعل؟ هو شيفرة مبرمجة. البرنامج هو عبارة عن شيفرة رقمية، لا يفهم الكلمات ولا يفهم الحروف، عبارة عن صفر واحد صفر واحد، نظام ثنائي. عندما تكتب له ثلاثة أحرف كاف وتاء وباء، هو يقوم بعملية، يعني كاف وتاء وباء لها رموز داخل الكمبيوتر، صفر واحد صفرين ثلاثة صفار واحد 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 صفر كذا، النظام الثنائي. هو يأخذ هذه الشيفرة ويبدأ بالبحث عنها، كلما عثر على كلمة فيها نفس الشيفرة يخرجها لك، يلونها باللون الأحمر ويظهر. هذا مبدأ البرمجة أصلا. يعني ينبغي أن نفهم أيها الأحبة كيف تمت برمجة هذا البرنامج لنتمكن من التعامل معه بطريقة سليمة. المبرمج يقوم بكتابة شيفرات. أنا أقول له مثلا، عندما يبحث القارئ عن حروف معينة، البرنامج يأخذ هذه الحروف ويبحث عنها بالضبط، سواء وجدت في كلمة كتب، يعني مثلا هذه الآية، فويل للذين يكتبون الكتاب، فويل لهم مما كتبت، يخرج لك كل الكلمات التي فيها كاف وتاء وباء بغض النظر عن معناها. إذا أيها الأحبة، اليوم درس مهم للتمييز بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، وكذلك الرسم الأول وهو مهم جدا. الرسم الأول هنا أيها الأحبة، الرسم الأول وهو مطابق للرسم العثماني. يعني لو بحثنا عن كلمة كتب سنجد نفس النتيجة 308 مرات، نفس النتيجة تماما. لماذا؟ لأن الرسم العثماني هو الرسم الأول الذي كتب بين يدي النبي، ولكن مع إضافة الهمزة وعلامات تشكيل وأرقام الآيات والأشياء التي يعني تيسر قراءة القرآن الكريم. أحبتي في الله، إن شاء الله أنا سأتابع معكم هذه السلسلة من شرح برنامج إحصاء القرآن في هذه السلسلة من الحلقات. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكشف على عبد من عباده معجزات جديدة. وأنا يعني أرجو من أحبتي القراء مستخدمي هذا البرنامج أن يرسلوا لي عبر، سأضع هنا، سأحاول أن أكتب هنا فقط قبل أن أنتهي، سأحاول أن أكتب هنا أيها الأحبة عنوان الإيميل، عنوان الإيميل. أنا لدي إيميل على كحيل7@gmail.com. طبعا سأظهر هذا العنوان على الشاشة الآن هنا أيها الأحبة. هذا هو عنوان البريد الإلكتروني، كحيل7@gmail.com. أي إنسان يكتشف صغيرة أو كبيرة إحدى لطائف القرآن تناسق معين، لا تدري قد يفتح لنا آفاق. أرسل لنا أي شيء تكتشفه، والله سبحانه وتعالى لا تدري قد يفتح الله على عبد من عباده. أنت قد تضع بداية الطريق، ويأتي شخص آخر يكمل ويستنبط معجزة قد تكون سببا في إسلام شخص آخر، فتكون أنت المسبب، ويكون أجر هذا الشخص ومن هداهم لك مثل أجرهم. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وقال أيضا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.